عرفت بريسك رحبوا فيكم في هذا الحوار اللي غيجمعنا بالفنان المصري محمد حمودة. السلام عليكم فنان. عليكم ديالنا. في الاول نبغيو نتقربوا شويه منك ونتعرفوا عليك اكثر. محمد حمودة مطرب مصري مقيم بالمملكة المغربية، بلدي ووطني وعشقي الثاني اللي انا بتشرف به دائما. على ذكر عشقك الثاني فكنبغيو نعرفوا شنو السر ديال هذا العشق. العشق هو عشق ممتد الى امد طويل، يعني من كثر ما الاستاذ عبد الحليم حافظ كان بيتكلم عن المغرب وعشقه للمغرب وحبه للمغرب، فحبب مصر كلها في المغرب وحبب العالم العربي كله في المغرب. على سيرة عبد الحليم حافظ العندليب، فكتربطكم صلة قرابة بالراحل الفنان الراحل، تقدر تفسر لنا هذه الصلة ديال القرابة؟ الأستاذ الفنان الراحل الغائب الحاضر عبد الحليم حافظ هو ابن خالة ماما. لي الشرف الكبير ان انا بنتمي لهذه الاسره الكبيره، الاسره الفنيه الكبيره، وكذلك ايضا الاستاذ اسماعيل شبانه اخو الاستاذ المرحوم عبد الحليم حافظ، يعني اسره فنيه متكامله. فانا لي الشرف الكبير انه انا بنتمي لهذه الاسره من ناحيه من جهه والدتي. يعني كتعتبر نفسك خلف للعندليب الأسمر؟ لا، أنا لست بخلف، ما فيش خلف لعبد الحليم حافظ، عبد الحليم حافظ لن يخلفه أحد. أنا نقطة بسيطة في بحر عبد الحليم حافظ. وهذا ما خلاش المسؤولية تكون كبيرة على العاتق ديالك؟ أكيد مسؤولية كبيرة. أنا بغني طبعا من صغر الحليم، فكبرت على 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 على, على انه انا بغني له، وان انا من المدرسه دياله اللي هو بينتمي ليها. طبعا عاتق كبير جدا على 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 كاهلي، يعني انه انا اغني او انتمي لهذه المدرسه الكبيره، مدرسه العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. شنو الراي ديالك في الاغنيه المغربيه؟ الأغنية المغربية جميلة جدا جدا جدا، وخصوصا مرحلة الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات، يعني هذه الفترة كانت عامرة بالفن الراقي في العالم العربي كله انطلاقة من مصر، فهمتني؟ لأن مصر زي ما أنت عارفة أن هي هوليود العرب في الفن، وحينما تشفى وتصح مصر فالعالم العربي كله يشفى ويصح، حينما تمرض مصر في الفن فالعالم العربي كله يمرض فنيا. يعني دويتي على فترات وقفتي على الثمانينات، هذا كيخلينا نتسألوا على الرأي ديالك في الفن المعاصر. شوفي، انا برضو عشان اكون صريح وواضح مع حضرتك، ان انا بنتمي للمدرسة الكلاسيك، يعني مثلا لما هذكر لك في المغرب، يعني بعشق صوت الاستاذ احمد البيضاوي، من اول الاستاذ احمد البيضاوي، الاستاذ اسماعيل احمد، الاستاذ المعطي بالقاسم، الاستاذ فويتح، الاستاذ عبد الوهاب الدكالي، الاستاذ عبد الهادي بالخياط، الاستاذ محمود الريس رحمه الله عليه، نعيمه سميح، سميره سعيد، كل المطربات اللي هم يعني قدموا اعمال كلاسيك، فانا بحب هذه الاعمال وبنتمي لهذه المدرسه الكلاسيكيه. ولا مانع ان كل زمن له جيل وكل جيل له وقت، ولكن مش معنى ذلك لان الفن الجيد يصلح لكل زمن ووقت، الفن الجيد يصلح لكل زمان ومكان، فمش هنقدر نقيم الفن من خلال الأزمنة. ممكن في الوقت الراهن نقدم فن وينجح، وممكن قديما نقدم فن ولا ينجح. فالفن مش مرتبط بالزمن ولا بالمكان، الفن هو يا إما جيد أو لا جيد، فكل واحد يدلو بدلو وكل واحد يغني اللي هو عايزه. ولكن انا ما اقدرش اقيم حد من 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 اصدقائي او من زملائي في الوسط الفني، لانه انا فنان زي زيهم. وكنعرفوا انك درتي اعمال على المغرب، فقربنا شويه من الاعمال ديالك. انا طبعا كان لي سابق ال 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 ان انا تشرفت في مصر بعدها، يعني
انه انا تعاملت مع عمالقه الفن في مصر امثال الاستاذ الموسيقار احمد صدقي كان متبنيني فنيا، والاستاذ الموسيقار عزة الجهلي، والاستاذ الموسيقار محمود الشريف انا محمود الشريف، والاستاذ ابراهيم رأفت، والاستاذ حلمي امين، والاستاذ فاروق سلامه، والاستاذ فاروق الشرنوبي، اسماء عده يعني تعاملت معهم في مصر، كلها اسماء وازنه يعني لها وزنها في العالم العربي كله. والحمد لله كان لي السبق انه انا غنيت على الفرقه المسيحيه بقياده الاستاذ احمد فؤاد حسن، كان وقت 22 سنه يعني بالنسبه لي يعني حاجه، الفرقه اللي غنى عليها عبد الحليم وورده ونجات وفايزه احمد العمالقه الكبار دول. فلما جيت المغرب ايضا تعاملت مع كبار الملحنين في المغرب امثال الاستاذ الموسيقار موسيقار الشعب الذي اكن له كل الاحترام والتقدير، استاذنا الفاضل المحترم ابي واخي وصديقي عبد الله عصامي. الاستاذ عبد الله عصامي كان يعني لي السبق انه انا تعاملت معاه وغنيت له على القطعه المناسبه، وكذلك الاستاذ الموسيقار حسن الخدميري، والاستاذ الموسيقار احمد عواطف، والاستاذ الموسيقار الشاب الجميل اخي وصديقي وحبيبي الاستاذ جمال الامجد، و يعني الاستاذ عزيز حسني، الاستاذ من مصر مقيم معنا الاستاذ ناجي عزمي، الاستاذ توفيق حلمي رحمه الله عليه. فغنيت كتير جدا من لعمالقه الاغنيه ويعني المغربيه والذين اسروا الساحه المغربيه، كان شرف كبير لي ان انا اغني لهم يعني. كلها كانت قطع مناسبه امام الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه وطيب الله سراه، وتعاملت مع مؤلفين كثيرون يعني الاستاذ عمر التلباني، الاستاذ الوفي فؤاد، الاستاذ عبد اللطيف السعيدي، الاستاذ مصطفى الدكتور مصطفى بغداد رحمه الله عليه، اسماء عده كتير يعني عشان لم يذكرني. وبالنسبه الاغنيه اللي ايضا على الجوق الملكي، كلها كانت على الجوق الملكي، كان شرف كبير لي ان انا كما تشرفت بغنائي على الفرقه المسيحيه غنيت على الجوق الملكي، دي حاجه كبيره بالنسبه لي جدا. بالنسبه الاغنيه المغربيه اللي قدمتها العمل المغربي، الاغنيه المغربيه سمعتيها لالا هبه؟ نعم. لالا شيماء قصدي، شيماء انا اسف بحث في الفيلم. انا ناخذ شي مقطع منها نختموا بها اللقاء الشيق اللي كان معك. الاغنيه الـ دي اغنيه وصفيه يعني لا تصنف وطنيه 100%، هي اغنيه وصفيه معبره بتعبر عن حبي وعشقي للمغرب بلدي الثاني. عندي صديقي الاستاذ المؤلف الكبير الاستاذ عبد اللطيف السعيدي، وهو له السبق في الملاحم التي تقريبا 15 ملحمه قام بصياغتهم يعني، وغنى له كبار الملحنين كبار المطربين في المغرب. فكنت دايما التقي بيه واقول له عايزين، هو يقول لي نفسي اعمل لك حاجه بالمصري، انا اقول له طب امتى هتعمل لي حاجه بالمصري؟ يا سيدي اعملها بالمصري بالمغربي باللي كاين، غير ارى وصافي يعني، فهمتني؟ غير ارى برا وصافي يعني، اعطيني داك الشيء اللي كاين عندك، فهمتني؟ فالمهم دي ما كانت لقى، وفهمتني في الجلسات الفنيه، في هو صديق يعني تربطني بيه صله عشره كبيره يعني. فإلى أن كتب لي قال لي أنا هسمعك النهارده كلام حلو قوي قوي يعني هيعجبك بالمصري، قلت له يلا أرى برا. ف بعرف أتكلم مغربي؟ أيوه طيب صراحة. فإذا بي بيفاجئني يعني بيقول لي ألفين سلام للمغرب، أجمل تحية للمغرب، فيه الناس طيبين كرماء أصلا شعب عظيم وبملكهم فرحانين، ألفين سلام للمغرب. من مصر العربية بقدم أغلى تحية لإخواتي وحبايبي وشعب المغربي، يعني كلام حلو فعجبني. فقلت له أنت كنت في مصر قريب ولا حاجة؟ قال لي علاش؟ قلت له أنت جيت سخون من مصر وقيلة في مدينة ولا؟ فعجبني الكلام، فعلى طول لحنته، أنا كانت أول لحن ليا يعني، وقدمتها للإذاعة المغربية والتلفزة المغربية، وأذيعت عبر الإذاعات، وأذيعت في قناة شدا يعني قنوات عدة زعوها. فالحمد لله كانت موفقة يعني، وعملت حالة كويسة على اليوتيوب على التواصل الاجتماعي. كنشكرك الفنان ديالنا، وكنتمنى أن هذا اللقاء هذا ما يكونش هو الأخير.
مع المنبر ديالنا. تشرفنا بك ونتمنوا لك النجاح اكبر من هذا النجاح اللي حققتي بطبيعه الحال، ومسيره مليئه بالتالق، وتكون خير خلف للعندلي بالاسمار ان شاء الله، واخا كتقول بان ما عمرك ما تقدر تكون خلف ليه. طبعا ما كاينش اللي يكون يعني نكذب عليك، حليم مالوش خليفه، احنا نقطه في بحر حليم، احنا نقطه في بحر حليم. انا اللي شرفت بانفاس بريس وبيكي لالا شيماء، سعدت بيكي والاستاذ المصور الجميل سعدت بيه ايضا. لو حابة أسمعك مقطع من الأغنية اللي هنش نختمو بيها. على عيني وعلى راسي. ألف سلام للمغرب، أجمل تحية للمغرب. ألف سلام للمغرب، أجمل تحية للمغرب. تيرارا في الناس طيبين، كرماء وصلاة، شعب عظيم ده فيه الناس طيبين، كرماء وصلاة، شعب عظيم، وبمالكم فرحانين. ألف سلام.